للإمام أبو حنيفة. ساكم الله بالخير. هلا والله بسيادي. فضلوا. الإمام أبو حنيفة كان راح في الحج بعد ما طاف وسعى بين الصفا والمروة. السلام عليك، أخبارك؟ راح للحجام. الحمد لله. الحلال. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. فقال له بكم تشارك؟ يعني عايز كم؟ فقال له عراقي أنت؟ الله. فكان هذا الأسلوب متبع، يعني أن العراقي يحب الجدال، يعني حبوا العركة على قولتهم. بعد ما قعد، فالإمام أبو حنيفة استقبل غير قبلة، فالحجام قال له استقبل القبلة، فبعدين اداله الشق الأيسر، قام قال له أدر الشق الأيمن، فبعدين بعد ما خلص وعطاه الأجرة، قام قال له إلى أين صلي ركعتين. فأبو حنيفة قال ما يكون هذا من عقل حجام، من أين تعلمت؟ قام قال له من عطاء ابن أبي رباح إمام الحرم. الله. وكان عطاء يقول أسود الوجه، وكان يعني أشل. يعني أشل؟ يعني مشلول. إيه؟ ولكن كان فقهه وعلمه يفوق المذاهب كلها يعني. ما شاء الله. فبعدين راح للمدينة على ساكنة أفضل الصلاة وأتم السلام مستقبل الإمام العلم. فهو قال له أنا اليوم كنت عند الحجام. إيوة. فأنت شيخك ربيعة الرأي، وأنت كل ما حد يكلمكم تقول له عراقي أنت. الله. المهم هو جرى عليه إيه؟ قال له أقرأ عليك القرآن. فوصل في سورة التوبة، قال وممن حولكم من الأعراب منافقون مرضوا، وقال له من أهل العراق مرضوا على النفاق. قال له إيه ده؟ قال له ربنا قال كده من أهل قال له قال إيه؟ قال له من أهل المدينة. قال له أمال أنت وشيخك وكل ما حد يسألكم سؤال تقول له عراقي أنت. الله. هو النفاق كان علما عليكم أنتم مش علينا إحنا. الله رد. من أهل المدينة مرضوا على النفاق، وبدأوا يتدارسون مسائل فقهية. فخرج وهو يقول لليث بن سعد والله إنه لفقيه يا مصر، قال وإن جبينه لا يتفصل عرقا. قال الليث إن آس على شيء فإني لم أرى الشافعي، الإمام الشافعي. ليش؟ وكثير من الناس ما حصلوا مو بزمنه. هو الليث بأي زمن، الخامس ولا السابع؟ لا، هو الشافعي ولد مع في وحصل الإمام مالك تتلمذ عليه. أي قرن؟ الشافعي مات سنة 204. أيوة. والإمام أبو مالك توفي سنة 179. والليث كان زمنهم ها؟ إيه. هم كانوا قبل السيد أحمد الرفاعي، السيد أحمد الرفاعي على بقاد القران والجنيد بالخامس الهجرة. ما بعده؟ نعم. إيه نبيك تصحصح معنا. إيه ولا يقول يعني يبي ينتقدك الفياضي بس مو عارف. الإمام الليث عصر الإمام الله. يعني الكلام ده مش صحيح يا شيخ أحمد. صحيح. اللي أنا قلته. أو بفبرك كل. ها؟ كله خذ من الخصص المفبرك ترجع للمحدثين اللي محمود الطحان يقول. يقول لك كلها قصص. بس باعي كتبها في كتابه السنه ومكانتها في التشريع الاسلامي، رساله الدكتوراه اللي خدت رساله الدكتوراه سيد ثابت كتبها في كتابه في السنه باب الحج. يعني الناس دي بينشروا خرافات. سيد ثابت رسل المحاكم الاسلاميه. بلاش السيد ثابت، رساله الدكتوراه بتاعت مصطفى السباعي اللي هو واخدها من كليه الشريعه في جامعه الازهر، ومضى عليها الشيخ دراز والشيخ كرسوم. دي خرافات. الطيب النجار ما كانش كاتبها في السيرة لما جه عند دراسته ليه، لما قال بلغني أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق وتمشي في الأسواق. ده كلامك. وبعدين الليث بن سعد له كتاب مطلعينه الجماعة، أعلام سلسلة أعلام المسلمين،
شوف فيه الكلام اختلاف أمتي رحمة سيدي. يبقى ازاي بقى كلام مفبرك ده المحدثين المحدثين بقى طلعوا كلام الناس كله شرك يعني. شوف درجته أول حاجة إنه خبر مقطوع، هذا أول حاجة. هل المقطوع بيؤخذ به؟ يعني إذا كان الكلام من الله فهو حديث حديث. إذا كان من شيخ رياض عامل إيه؟ إذا كان من الرسول فهو حديث مرفوع. كيف الحال؟ ومن الصحابة مرفوع. يقول الله. ومن بعد ذلك كله مقطوع. والمقطوع لا تقام به حجة. يعني إذا كان من التابعين يبقى ما لا تقام به حجة. أو يا فان. أنا زي ايه بقى؟ لا لا ما يسأل الناس كل التفسير طيب. المقصور عندك انت اللي انت واحد دكتوره في ايه؟ مش من الصحابه والرسول بس؟ طب بس لحظه لحظه بس لحظه الائمه الاربعه كلهم من التابعين ولا من الصحابه؟ هو الائمه التابعين ما بيجوش حاجه من عنده، كل واحد سيئ دليله. طيب لا ثاني ودي الامام ابو حنيفه صاحب مسانيد، ومالك صاحب الموطا، ومسند الشافعي، واحمد صاحب الموسى. ما فيش فقيه بينخع من حنكه من الاربعه اللي عليهم الزمان ولا اللي من شرفهم. انت ليه بتزعج؟ احنا بنتكلم خلاص. اتكلم براحتك. ايه احنا بالراحه اهو. خلاص مش بالراحه. ايه اللي براحتك؟ خلاص قول لعبد الوهاب براحتك. الصوت اللي لا اله الا الله. الصوت العالي دايما الصوت العالي صوت حق. واخدض من صوتك. لا يا سيدي انا اصل صوت الحميد في الحدود. في الحدود في الحدود الصوت العالي. خلاص خلاص براحتك. لكن غير انت وجنبك احمد حجازي الله ربنا يبارك فيك يا اخويا، والوجه البحر كله اللي جابكم كمان. انت كنت بتاكل عيش في الوجه البحر. وما كان دعاء عند البيت الا مكاء وتصديق. لما رحت هناك يعني التسقيف حلال اشد واشد واكسي. ورحت هناك ليه؟ فين؟ رحت الوجه البحر. ادي رحت وجبتها لكم خبر. ليه فضل عليه طبعا؟ الوجه البحر ليه الفضل عليه؟ صلى على النبي فينا. صلى على النبي. صلى على النبي. ولان اصلا الصحابه ما دام انتهت المناقشه بالكلام صلى على النبي. صلى على النبي. تطلع توصلنا فين هاشم موجود؟